Hello, my students. How are you? I am fine to see you again. Our session today is about Unit 2, What's the Matter? Unit 2, What's the Matter? What's the meaning of what's the matter? يعني بتشتكي من ايه اللي تعبك؟ هناخد الأول النيو فوكاب. Headache اللي هو الصداع، والCH هنا pronounced K. Cold اللي هو البرد. Cough والجي اتش هنا برونونسد اف اللي هي الكحة. Fever اللي هي السخونية أو الحرارة. Sick مريض بقى، ده تعبان عنده كذا حاجة بقى وجعاه، جسمه كله بيوجعه. Medicine اللي هو الدواء. ناخد دلوقتي بقى conversation between dad and Mona and Karim. Look, listen and read. Dad, are you okay? Dad, are you okay? هنا كريم بيسأل بابا انت كويس يا بابا؟ Are you okay? بابا قال له ايه؟ No, I feel sick. No, I feel sick. لا انا اشعر انا تعبان مريض. Sick هنا means مريض. I have a headache. انا عندي صداع. قال له what is the matter? مالك يا بابا؟ يبقى اللي كان بيتكلم الاول داد دي كانت منى، بتقول له are you okay؟ رد بقى دلوقتي كريم بيقول له ايه؟ What's the matter؟ مالك يا بابا؟ اللي بيوجعك ده التايتل بتاع اليونت. بتقول له منى can I get you anything؟ can I get you anything؟ بتحب اجيب لك اي حاجه؟ قال لها yes please a glass of water and my medicine. A glass of water and my medicine. A glass of water يعني كوباية مية. My medicine يعني الدواء بتاعي. رد بعد كده قال له ايه؟ sure بكل تأكيد. حاضر يا بابا هروح اجيب لك ال glass of water كوباية المية والميديسن بتاعك. لما حد يسألني يقول لي what's the matter بتشتكي من ايه؟ هقول له I have plus a plus اسم المرض اللي عندي. I have a cold انا عندي برد. I have a cough انا عندي كحة. I have a headache انا عندي صداع. I have a fever انا عندي حرارة او سخونية. I am a sick هنا بقى مفيش have، انا مريض. هنا I am verb يكون انا اشعر انا مريض equal I feel sick يعني أشعر بالمرض. طب إيه الفرق بين سك هنا وسك هنا؟ سك هنا دي مريض adjective صفة، وسك هنا المرض نفسه يبقى دي noun. الاثنين نفس المعنى. I don't feel well أنا لا أشعر بصحة جيدة، يبقى الأوبوزيت أو العكس بتاع سك well. سك well. Now خدنا بقى conversation ونعمل study كده لكل question and answer. Are you okay؟ هل أنت بخير؟ No, I don't feel well. لا أنا لا أشعر بصحة جيدة. What is the matter؟ طب إيه اللي بتشتكي من إيه؟ I am sick because I have a headache. أنا عيان عشان أنا عندي headache صداع. Can I get you some medicine؟ تحب أجيب لك الدواء؟ بس هنا بقى فوق الكونفرزيشن can I get you anything؟ هو قال لها بابا عايز my medicine الدواء بتاعي. Please, yes, please, thank you. شكرا. Let's take a question. Supply the missing letters. هنشوف بقى هنا الليتر اللي مش موجود. Headache. يلا قولوا لي بقى ايه الحرف اللي مش موجود. Head. Letter D. Ick. Letter H. عشان قلنا CH هنا. Pronounce it K. Cuff. Letter U. G. Cuff. Medicine. Letter E. Medicine. C. نخليه بعيد شوية. Cold. L. Fever. V. Sick. C. Water. T. Glass. S. Now let's take a puzzle. هناخد بقى puzzle جميل قوي. فالزورة حلوة قوي ان انت تعمل rearrange او unscramble لل pictures دي. جايب لك سكة هي متلخبطة وعايزك انت تعملها لوحدك. انا هعمل لك واحدة for example وانتوا تعملوا الباقي عندكوا homework. يلا سكة هنا يبقى S-I-C-K. S-I-C-K.
هنا بقى عندنا جلاس نمبر 2، انتوا بقى تعملوها ان سكرامبل لوحديكوا. هنا فيفر فيفر سخونيه، هنا ووتر ووتر ميه، كولد كولد، هنا ميديسن ميديسن. هو جايب لك اهو اندرلاين تحت الحرف اللي انت تبدا بيه، هنا هبدا بالجي، هنا هبدا بالاف، هنا هبدا بالدبليو، هنا هبدا بالسي، هنا هبدا بالام. ده هخلي لكم بقى هوم ورك بعد ما نحفظ النيو فوكاب تحلوه لوحديكم. اوكي، ريد اند ماتش، ريد اند ماتش. وات از ذا ماتر؟ لما حد يقول لي وات از ذا ماتر بتشتكي من ايه؟ اقول له نو اي فيل سيك، ولا اقول له يس بليز، ولا اقول له بيكوز اي هاف ا هيديك، ولا اقول له اي ام 11 ييرز اولد، ولا اقول له اي هاف ا فيفر. انا عندي قلنا لما حد يسالني يقول لي وات ذا ماتر ارد اقول اي هاف واحط الحاجه اللي انا بشتكي منها. دي كده نمبر 1 عملنا ماتشنج وذ اي. هنيجي عند 1 هنا ونكتب اي. نمبر 2، ار يو اوكي؟ طب انت كويس دلوقتي؟ ار يو اوكي؟ طب انت حاسس انت كويس ولا انت تعبان؟ ها هنقول له ايه؟ نو اي فيل سيك، لا انا حاسس ان انا ايه؟ تعبان. هنا سيك بمعنى مريض، نو اي فيل سيك. كان اي جيت يو اني ثينج؟ هنيجي هنا في نمبر 2 ونعمل ماتشنج ايه؟ هنيجي هنا في نمبر 2 ونكتب ايه؟ نمبر 3، can I get you anything؟ طب تحب اجيب لك اي حاجه؟ yes please a glass of water، yes please a glass of water. وهنيجي هنا عند نمبر 3 وهنكتب احنا عملنا matching with b. نمبر 4، I am sick، I am sick. ليه بقى هو تعبان بيقول I am sick انا مريض؟ because I have a headache، عشان انا عندي صداع. I have a headache. هنيجي في number 4 وماتشنج with C يبقى right C. ايه بقى اللي احنا هنا طلع ما خدناهوش اللي هي number D؟ هنعمل له عليها circle، يعني احنا ما خدناش دي. question number 4، choose the correct words. هنشوف بقى هنا الاجابه الصحيحه ونعمل عليها underline. What is the butter? What is the matter? What is the medicine? What is the medicine? What is the matter? ونعمل عليها underline. طيب I don't feel well. I don't feel well. أنا لا أشعر إن أنا بصحة جيدة. I am okay. I am sick. I am nice. I am sick. I am sick. ليه؟ Because I feel. I have. I get a headache. I have a headache. قلنا بشتكي من حاجة أكتب I have وحط A والحاجة اللي بتوجعني. Can you get me A؟ ممكن لو سمحت تجيبي لي a glass ولا glass ولا dish of water. حط الوتر في إيه؟ في glass، في كوباية. I don't. I doesn't. I aren't feel well. I don't feel well. أنا لا أشعر بصحة جيدة. Another question. Look and tick the correct sentence. هنعمل علامة تيك كده على إيه ال correct sentence. I have a fever or I have a cold. وشايفين الترمومتر عنده؟ هنكتب إيه؟ هنعمل تيك. I have a fever. Number two. I have a cough. I have a headache. وهي ماسكة المنديلة هي بتعطس أهو. ولا بتكح عند بقها، ماسكه منديل عند بقها اهي. I have a cough. انا عندي كح. ناخد بالنا بقى من سؤال بانكيت ويت. بانكيت ويت ذا فولوينج، بيبقى عندي تو ميستيكس. ار يو اوكي؟ ار يو اوكي؟ بنطلع بقى الميستيكس هنا. ايه الميستيكس هنا؟ ان لازم at the beginning of the sentence we put it in the capital letter. capital letter يبقى شايفين الايه؟ ار يو اوكي؟ الايه لازم تكون capital. Are you okay؟ هو اصلا عاملها كابيتال. امال ايه بقى اللي ناقص يا ميس؟ ان ده كويستشن، يبقى لازم نحط له الكويستشن مارك. We have finished part 1. Let's take 2. Part 2. The first word or vocab heart. Heart. Heart اللي هو القلب. Skin. Skin. Skin اللي هو الجلد.
pon 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 اللي هي العظمة. stomach 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 اللي هي المعدة أو بطن يعني. body parts of this girl: nose nose, mouth mouth, hand hand, eye eye, arm arm, leg leg. foot 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 دي قدم واحد بس اللي هو اليمين ده. طب الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ هنشيل الدبل او ونحط الدبل اي. feet feet لما خدناها في اللونج اي. new vocab part 2: important important اللي هو حاجه مهمه. blood blood الدم. body body. food food. home home. loud loud. high gh silent. high low low. music music. doctor doctor. tennis tennis. shower shower. with with. without without. shelf shelf. safe safe. dangerous dangerous. when ناخد بالنا بقى وين هنا مش جاية أداة استفهام، دي بتربط بين جملتين بمعنى عندما. when I was sick عندما كنت مريض. ال ال هنا equal sick يبقى عندي sick بتساوي ال. hospital hospital. clinic clinic. nurse nurse. kind kind. health health. let's take verbs. pump بام يضخ، ان احنا عندنا الهارت بام بلاد القلب عندنا بيضخ البلاد اللي هو الدم بيزق يعني بيضخ هنا معنى يدفعه. موف موف. هيرت هيرت يبقى هارت القلب. هيرت يؤذي او يؤلم. درينك درينك. هيلب هيلب. دايجست دايجست. تيك تيك. ستاي ستاي. جيف give. هنا stay verb يبقى وهنا برضو هما جات اتكررت مرتين. protect protect protect. check check check. phrases and expressions يعني في تعبيرات بحطها جوه عبارات من غير ما ابدا بهي اور شي، بس هتساعدني لما اكتب السنتنس هقدر اكتبها من خلال لما اعرف البريبوزيشن مع النون او الفيرب مع البريبوزيشن بتاعه. stay at home stay at home. water with lemon water with lemon. go swimming go swimming. have a shower have a shower. with an adult with an adult. without adult without adult. play with play with. go to go to. listen to listen to. try to try to. check our health check our health. important to important to. زي ما انتم شايفين unit 2 في grammar في preposition كتير، في verbs، في nouns، في انواع المرض، في ازاي اعمل جمله على what is the matter الانسر بتاعتنا. فاليونت مليان ولسه في بقيه اليونت بقيه البارت ولسه في grammar تاني. فانا عايزاكم نمسك النوت بوك بتاعتنا ونكتب البن بتاعنا ونشغل فيديو مره واثنين وثلاثه ونعيد على الليسننج بتاعه الفوكاب ونكتب بالورقه والقلم بتاعتنا كل سنتنس او كل اكسبريشن ونكتب الكويستشن والانسر بتاعه عشان ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هخلص معاكم اليونت واديكم اكسرسايز تعملوها لوحدكم هوم ورك. واتمنى ان انا اكون سهلت عليكم السبيلنج وسهلت عليكم الفونكس وربنا يوفقكم. جود لك اند جود باي.